أنا الشاب أحمد الحسين من مدينة الرستان، المنشق عن صفوف النظام من محافظة مدينة إدلب، وعانيت فيها الوصول إلى هذه المدينة. ببداية الثورة كنت عم أدرس هندسة ميكانيك، وأجبرتنا إنه نترك المعاهد والكليات والجامعات. من مدينة الرستان، مواليد 1989. بدأت فيها أنا كثورة سلمية في مظاهرات بين الدراسة وبين القتال. قمت بس اللي صار فينا إني كنت حابب كمل دراستي. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا الإعلامي أكرم الحموي من مدينة مول كبيرة في حماة الشمالية، وحيد لأبي ولأمي. خرجت المظاهرات السلمية من أوائل الثورة، وكنت منظم بعض المظاهرات الطلابية السلمية كانت تخرج من البلدة، وطور العمل إلى تنظيم وتوزيع بعض اللافتات المناهضة للنظام على المرافق العامة وعلى الجوامع، وطور العمل لإخراج المتظاهرين من يوم الجمعة. كان تجمع كبير للبشر. بعدها قام النظام بعد خروج المظاهرة بضربنا برصاص الحي، وكان هناك بعض الجرحى وبعض الشهداء، وقام باعتقال كم شباب وبعض الأطفال. بعدها تطور العمل إلى قيام ثورة مسلحة في البلدة لحماية الناس المتظاهرين، وبعد بدأ العمل بأكثر من 5 أشهر. قمت بحمل السلاح ومساندات رفاقي في حماية البلدة من بطش النظام، وقام النظام باقتحام البلدة من أكثر 5 مرات أو 6 مرات متتالية خلال أسبوع واحد، وقد قام باعتقال أكثر من 7 شباب كانوا متظاهرين، وعديد من الأطفال والعديد من النساء، لأن كان الشباب يهربون خارج البلدة أثناء الاقتحام إلا الذي يقع في المصائد. وبعد تطرف العمل إلى خروجي في الإعلام، في المجال الإعلامي، لأن لم يكن لدينا جهاز إعلامي تواصل في البلدة أو يخرج صوتنا إلى العالم الخارجي. وبعد نزوح أهالي بلدتي، بعد أن قام الطيران الحربي طبعا بضرب البلدة ونزوح الأهالي، كان هناك بعض الشهداء وبعض الجرحى، قمنا بضرب جميع الحواجز تحرير مدينة مولك بالكامل. وبعدها قام عمل المجاهدين في المدينة أكثر من 9 أشهر، وكنت أغطي جميع المعارك التي تحدث في المدينة. وبعدها بعد دخول الجيش المدينة قمنا بالذهاب إلى ريف إدلب وإنشاء مقرات في ريف إدلب، وبعدها قمنا بالاشتراك في جميع في معارك أهمها معركة تحرير إدلب ومعركة تحرير أريحة ومعركة تحرير جبل 40، وكنت أغطيها إعلاميا. إلى أن أصبت في أحد المعارك في ريف حماة الشمالي، وطامت إصابتي أكثر من 2 شهر متتاليين لم أعمل بها مجال إعلامي. وبعدها ردت عافيتي لي، قمت بالمشاركة في رد الغزو الروسي على ريف حماة الشمالي، وكانت هناك بعض الإصابات وبعض الجرحى وقمنا تغطيتها. كنا نشارك أيضا في تغطية أوضاع النازحين الأهالي بلدة في مدن ريف إدلب وفي مدن وفي المخيمات أيضا، وإن شاء الله النصر أو الشهادة، وإن شاء الله رح نسقط النظام بإذن الله بإذن الله. أنا الشاب أحمد الحسين من مدينة الرستان، المنشق عن صفوف النظام من محافظة مدينة إدلب، وعانيت فيها الوصول إلى هذه المدينة. ببداية الثورة كنت عم أدرس هندسة ميكانيك، وأجبرتنا إنه نترك المعاهد والكليات والجامعات. من مدينة الرستان، مواليد 1989. بدأت فيها أنا كثورة سلمية في مظاهرات بين الدراسة وبين القتال. قمت بس اللي صار فينا إني كنت حابب كمل دراستي.